السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. قال لك في هذه الحاجه النهوه تقديم الجمعيه العامه بين مجلس اداره شباب القبائل والشركه المالكه قبل العيد، خبر هكا سنؤكده في فيديوهاتنا اللاحقه. قال لك ربما شباب القبائل راهي في المركز 11 وتدخل رسميا حسابات السقوط قبل 8 جولات من نهايه البطوله، ونحاهم كاع وما تسقمتش الشبيبه الى المجهول. لايك الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. قال لك بالك يمكن ان تكون هناك جمعيه عامه قبل العيد بين اداره شباب القبائل و يعني مجلس اداره شباب القبائل والشركه المالكه موبيليس. فيه اخبار تقول شركه موبيليس حابه تشري الاسهم بكل، وكاين اسهم ربما كاين اللي تراجع على بيع الاسهم تاعو. هناك خلط، راح تكون هناك جمعيه عامه قبل العيد. هذه اخر الاخبار سنوافيكم بها في فيديوهاتنا اللاحقه ان شاء الله. نحاهم كاع او نولي وسائل الترتيب الشبيبه في المرتبه 11 مع غدوه ثاني كاين مقابلات ونتائج مباراه حتى غدا راح تكون هناك ترتيب المهم الشبيبه الان بهذه الخساره تدخل في ربما حسابات السقوط. ربي يستر. شاهدنا لاكرينتا تاع لاعبي اتحاد بسكره اللي من حقهم يفرحوا، فازوا في الدقائق الاخيره لاكرينتا اول مره في التاريخ من حقهم لاكرينتا لعبوا بلاكرينتا في اللحظات الاخيره. اي جودي كان يلعب التعادل ولقي هدفه في خساره ربما قاسيه وادت الشبيبه الى المجهول. لماذا؟ قال لك تنحاو كاع، تنحاو زافور. هاي هنا تسريح المدرب وزيدي بعد 3 مباريات من انطلاق البطوله، تسريح المدرب على الميدا وتقامه بعد 8 مباريات، تسريح مساعد المدرب لاسات بعد 3 مباريات، تسريح محضر البدني شامون، وتسريح المدرب الحراس قاوي، تسريح المدير الرياضي منات، تسريح المناجر زافور. كلهم راحوا كاع ولا تغيير ولا تحسن، ما كاين حتى، بقى غير اي جودي وشلول. تغيروا كاع ولكن وليس هناك تحسن. الشبيبة إلى المجهول. لايك الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق. سلام خوتي.